يا رب. يا استاذ فلوسي وقعت من حضرتك. لا انت حراميه، وقعت مني انت هتشتغليني؟ حراميه فلوس دي انت اخدها مني سرقتيها. طب انا حراميه حاجه اديها؟ لا انت حراميه، انت مش سليمه أبداً. لا انا لازم افتشك عشان في فلوس تانية مع دي. طب خد فتش. في فلوس تانية معاها. فتش والله اهو. اديني الشنطه دي اهو. فتش والله اهو. حتى اهي الشنطه كمان فتشها اهي. يا استاذ انت بتفتش ايه؟ طب انا مش قادره خلاص، الجو حر. عملت ايه النهارده؟ الامتحان كان وحش قوي يا دعياء، وحش جدا. وعايز اقول لدماغي تفرفر والله. يعيننا بقى. ربنا معانا. تخلص بقى خلاص يا رب. ربنا معانا. انت فين مفتاحك؟ نسيته. معكيش المفتاح؟ يعني انت لو انا ما كنتش استنيتك قدام كليتك كان زمانك دلوقتي واقف في الشارع. كويس انت جبتيه عشان تعرفي. بس عايز ضغطه فيها. ايه رني الجرس في الشارع. رني بخير. انا بطلع اتسحب عشان ما تشوفنيش. ايوه في مين اللي حطيته على الجرس كده؟ يا طنط هو حضرتك ليه مش ما المفتاح؟ الباب بيفتح. مش عاوز يفتح. غيرت الكالو. طب ليه؟ انا حر. يعني ايه حره؟ مش فاهمه. طب ايوه انا حره مكاني وانا حره. غيره ما غيروش. ده ايه انت مالك؟ انت مالك يا مصطفى؟ ندخل ازاي؟ ايه اللي فيه؟ عاوز ايه؟ مالك ايه اللي هيدفع؟ حبيبتي هياخد المفتاح. مش هيدفع مش هياخده. سمع سمع ايه ده؟ مش ديت البنت اللي ساكنه عندها؟ اه. امال بتعمل معاها كده؟ مشتكيه هي، مديها المفتاح لكل واحد كده. طيب ام ياسمين سيبها. طب النهارده. طيب ام ياسمين وبعد كده تبقى تحاسب بكره ولا بعده؟ بس احنا تعبانين مش قادرين. عليكي شهرين. يعني ايه مش فاهمه؟ عليكي شهرين وانا اعطيتك شهر اضافي اهو. مظبوط؟ وقلت لي هروح اجيب الفلوس. فين هي الفلوس؟ طب عشان خاطر انا وام ياسمين. لا حبيبتي يا تدفعي لها ها يا تمشي معاها. طب انا قلت لحضرتك استحمليني بس شويه. استحملك ايه؟ المكان ده عايز مصاريف وانت عارفه، وانت بتشوفي بنفسك. اما كل واحده تقول لي سيبيني شهر سيبيني شهرين اقفلها بقى احسن. طب خليها تقعد في الاوضه بتاعتي. طيب لحد ما تدفع. يا تمشي معاها يا تدفعي لها. اختاري لك حل من الاثنين. يا تخش دلوقتي. روحي يا امان. روحي يا امان. ازاي؟ استني انت شويه. استني. طب انت هتعملي ايه دعاء؟ ما ينفعش. طب ايه؟ طيب يا دخل من جوه. تعمل ايه دي؟ انا مش هينفع اسيبك كده لوحدك. باباك يا امام ما ينفعش. المشكله ببابا. اوعي اوعي. ايه ده؟ اوعي. ما ينفعش كده. ام خلاص انت اتفضلي. ايه ده يا عم؟ ده بص بتزوق البيت ازاي؟ دي لما تلاقي الشنطه في الشارع. يلا. هو في حد يعمل كده؟ اه فيها. داخله انت ولا طالعه؟ طب ينفع كده ام ياسمين؟ طب اقدر زي بنتك ام ياسمين. طيب خلاص خليكي معاها. خليكي معاها. روحي يا امين. روحي يا امين. انت خايفه عليها؟ خليكي معايا. ثواني يا امين ثواني. طب خدي بالك من نفسك يا دعاء. روحي يا امين. طب انت هتعملي ايه؟ طيب ليه يا ربنا يا امين؟ روحي. انا هقفل الباب لما تتشاور. ثانيه واحده يا ياسمين. اما تتشاور مع بعض ناديلي. طب المشكله دلوقتي انا مشكله بابا. كنت جيت معاك يا دعاء. انت فاهمه بابا دماغه. انت فاهمه. روحي يا امين. انت باباكي اصلا صعب جدا. ايوه انا بقول لك. روحي وهبقى اكلمك اقول لك انا عملت ايه. طب بتصلي وطمنيني عليكي. طب ادخلي. طيب روحي يا امين بقى خلصي. يا ولية أعوذ بالله. فاضيالكوا أنا بقى النهارده صح؟ ينفع كده أم ياسمين؟ أنت مالك؟ خش روح هات الفلوس حبيبتي وتعالي. روح يلا مع السلامة. طب أنا هروح فين دلوقتي؟ هي مخدوعه في لبسي ومخدوعه في كل حاجه ومتعرفش ان انا اصلا بعمل كل ده عشان خاطر بصرف على اخواتي. ودراستي الحاجه الوحيده اللي انا بحاول انجح فيها عشان خاطر اعرف الاقي شغل. يا رب يا رب هروح فين بقى؟ دبرني يا رب. في ايه؟ طب البنت دي هتروح على فين؟ عارفين كده؟ مش عارف. دي اكيد من محافظه تانية يعني مش بلد اكيد. حد هنا. ما دام ساكنه يبقى مش من هنا. مش من بلد البيت دي. طب ايه؟ ام ياسمين مالها افتدت كده على البنت؟ مش عارف والله. البنت مش طايق. هنسيبوها؟ ده انا هشوف الموضوع ده. هتعمل ايه؟ ها؟ هتعمل ايه؟ هشوف الموضوع ده كده. سيبني بس هتعامل انا. ماشي؟ ماشي. يا
لهوي مش قادرة خلاص. انت رايحة فين يا ست الكل؟ انا ماشية. طب ماشية ليه؟ مش ساكنة عند ام ياسمين؟ اه. طب مشيتك ليه هي؟ عادي عشان ما دفعتش الايجار شهرين. يعني قصة قصة فلوس؟ للأسف. طب هتعتبريني انا اخ ليكي يعني ولا ايه؟ مش فاهمة. هتعتبريني اخ ليكي يعني؟ انا ما اعرفكش اصلا. يا ست عادي. اعتبريني اخ ليكي وخلاص ما تعرفنيش ما تعرفنيش. على فكرة انا جارك في وشك. اهلا وسهلا. في جار وش ام ياسمين على طول. اهلا وسهلا. طب بص اقول لك على حاجة. نعم. اقبلي مني ده اخي بس. لا اكيد. سددي ايجارك ليه؟ انا ما اقبلش ده. يعني انت قصدك تحرجيني يعني ولا ايه؟ لا لا خالص والله يكتر خيرك بجد ورجوله منك بس انا ما اقبلش ده. انا اكيد هشتغل هشوف شغل و... طب يا ستي لما تشتغلي تبقى ترجعيهم مكان تاني. لا لا شكرا لحضرتك جدا شكرا لذوقك. يا ستي هتبهدلي هتروحي فين انت؟ هتصرف. شكرا لذوقك جزاك الله خير. شكرا. انت شايفاه يا ترى خلص ولا ايه الحوار ده؟ ايه يا معلم خلصت الحوار ده؟ ما خلاص المشوار. ليه؟ البت نفسها طلعت عزيزة علينا. انا توقعت كده بس انا عادي يعني انا عشان المشاكل اللي فيها بس مش اكتر. اديني الفلوس دي بقى. طب ثواني هتعمل ايه؟ هنتصرف انا بقى راجع لك هنتصرف. يعني انت هتعمل اللي ما تعملش يعني؟ سيبهالي بس. روح يا عم. يا رب. يا استاذ يا استاذ الفلوس دي وقعت من حضرتك. لا انت حراميه فوقعت مني. انت هتشتغليني؟ حراميه. الفلوس دي انت اخدها مني حسرقتيها. طب انا حراميه حاجه اديها؟ لا انت حراميه انت مش سليمه. لا انا لازم افتشك عشان في فلوس تانية مع دي. طب خد فتش. في فلوس تانية معاها. فتش والله اهو. اديني الشنطه دي اهو. فتش والله اهو. حتى اهي الشنطه كمان فتشها اهي. يا استاذ انت بتفتش ايه؟ طب اهو والله فتش هنا كمان. خدي روحي الله يسهل لك الحال. روحي روحي. عملت ايه؟ هو الخير في الزمن ده ما بينفعش. استغفر الله العظيم يا رب انا جعانه قوي. يا رب بقى انا مش عارفه اعمل ايه. يا رب انا جعانه قوي. انا كان معايا 3 جنيه تقريبا. الفلوس شكلها مش موجودة. يا رب والنبي. ايه ده؟ الفلوس دي جت من ايه؟ الراجل اللي اخده. يا رب يا رب انت كريم قوي يا رب. طب انا هردهم له ازاي؟ انا معرفوش. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وقال ايه؟ كنت بدور على 3 جنيه. ده انت كريم قوي يا رب. الحمد لله يا رب الحمد لله. أكرم منك يا رب. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. ده أنا هاكل وهروح أقعد في حتة تانية. أنا مستحيل أرجع لأم ياسمين دي. بس حق ربنا ليها عندي شهرين. هروح أديهم لها وبعد كده أرجع في البيت القديم. تاكسي مندره.